متتبعي قناة أحباب كما راكم تشوفوا معنا هاد البلاصة اللي جينا لها أنا والأخ عبد الله واعرة بزاف واعرة، وكما قال هو قال لك راه قال لك ركبية فشلو راه ما قدش هو يشوف لتحت، وحتى أنا معاه ماشي غير هو ما نكذبوش، بلاصة واعرة ملي كيشوف فيها كتجي الدوخة ما راكم تشوفوها هما. هاوك عبد الله غادي، ها راه غادي عالية بزاف تبارك الله، والواد مهم غادي نركبنا شوية من هاد الشوف. لا لا ما تركبش عبد الله، ما تركبش. شوف كي راه داير، ها شوف واعرة واعرة هاد البلاصة بزاف واعرة. كان هنا لا طريق لا والو، كان غير الجروف لا طريق لا والو، كاينه الطريق يعني اللي ساليت الشارع الطريق وصور. قلت لك عبد الله ما نغامروش بحياتنا، غامروش. لا هاد البلاصه مختارين بغينا نمشيو لها من هي هاد واحد دوك اللوزات راهم نقدروا من دوك اللوزات نقدروا، يعني كاينه بلاصه يعني دايره مساويه شويه هنايا عندها بحال الشاط، تركبت شي دوخه والله العظيم. ايوا حنا المهم سارينا بكم، احنا نوريكم الجبال، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكثروا دائما لايك في الفيديو ودائما بارطاج الى حبيتكم مواقع التواصل الاجتماعي. ايوا خوتي خواتاتي، هذه هي جبال بني سلاس الشامخه. ايوا هاد البلاصه فين جينا قعدنا عاليه بزاف، جبل عالي الله يستر بكم كيما شفتوا. الانسان من علاجه خصو غير لان كاين جوفر، لان جوفر بحال هكا واعرين بزاف صعاب، واسمو هو اللي يكون متصل دوك الجبال طلع حتى مع التماكن اللي عاليه بزاف. يو يا راني كنت في هاد البلاصه هنايا وراني نشوف هاد المنظر عالي بزاف، الواد لتحت الله يحفظ كاين واحد الوا هذوك الشجر الشجر ديال الكاليتوس وديال العرعار كلشي موجود هنا تبارك الله. ايوا ربي خلق هذا الكون هكا سبحان الله. المهم خوتي خواتاتي كيما قلت لكم هذه هي الدنيا، فيها الشباب فيها البحر فيها كلش كلش حيوانات، الانسان الحمد لله والشكر. والمهم غادي نطلع غادي نمشي من هاد الجبال عاوتاني نشوف نمشي عاوتاني من نحوس ليكم شويه، إذا لقينا شي حيوان ولا غادي نبينوهم. المهم خوتي خواتاتي حنا المهم سارينا بكم في هذا الجبل، وراني طلعت هنايا قدام هذا العرعار وراني قاعد شويه لحقاش عييت. هذا الشجر ديال العرعار كما راكم تشوفوا به اللي كيديروا سميتو،
زيد الكحله حنا نقولوا لها سميتو بربح، وهذه هي هذا هو اللي كيديروا به يقولوا له القطره، حنا كنقولوا له بربح الشرقي. وهذا العرعر هذا صحي يعني توفي الفوائد ديالو. حاول نختار تخرج باش تطلع باش تصور لهم هنا. المهم هذا الشجر ديال العرعار هذا كانت الوالدة ديالي الله يرحمها يعني في وقت المشتى بخر به البيوت، يعني هكا يعني كيقضي على الحشرات على الاخر الميكروبات اللي كيكونوا في الدار في وقت فصل الشتاء، وهو زين يعني صحي هذا العرعار. كاين اللي كانوا يبخروا به يعني هكا يديروه هكا ويبخروا به البيوت يديروه يعني يديروه فاخر كيحطوه هكا في الجمر وكيطلق ديك الرائحه ديالو. وبيه قلت لكم يديروا داك القطران يديروا به بوربح، داك بوربح كيحطوه يديروا شويه هكا في عند الباب ولا بحال الحشرات دوك اللي ما يبغوش ديك الريحه ما يدخلوش بحال الفاعي بحال المنسف الحشره بحال الكائنات يعني اللي مضره كي الفعا كي من طوبات الفيران ما كيبغوش الريحه ديال هذا غريلو سرقت الزيت تو هو ما يبغيش هذه الريحه ديال هذا اللي داك الخراب يديروا هذا الارض. المهم فيه الفائده، والمهم اي اشجار اي عشبه خلقها ربي كتكون فيها الفائده، في الخضر في الاعشاب كل شيء فيه الفوائد. المهم خوتي خواتاتي حنا المهم درنا بكم هذه الجوله في هذا المكان من هذه الجبال يعني ديال بني زناسل، وغادي درك صافي المهم نروحوا ان شاء الله للدار. ونقول لكم مره اخرى دخلوا ابوناو في القناه وفعلوا الجرس بالنسبه للناس الجداد يعني اللي مازال عاد اشتركوا، وبالنسبه للناس اللي اشتركت راه تما كيما نقولوا بارطاجي لي تفرجوا لي فيديو، ونتمنى منكم الدعم والتشجيع دائما هذا القناه ديال الاحباب وقناه عبد الله الدركاني، ودائما تكثروا اللايكات وبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي. ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.